طارق دلوقتي فات على موته سنين، طبيعي ان يبقى عندك كوابيس كتير والفتره طويله، بس مع مرور الوقت كل ما نفسيتك هتتحسن كل حاجه هتتحسن. عشان نتجاوز ده يا فرح مع بعض لازم افهم اكتر، انتي بتعملي ايه دلوقتي؟ عايشه مع مين؟ يعني كلميني اكتر عن حياتك بعد اللي حصل. حياتي بعد اللي حصل، أول حاجة حصلت بعد وفاة طارق بشهور، إني قلعت الأسود وإني أخيرا أخدت الماجستير. مبروك يا فرح، روايتك اتقبلت كمشروع ناجح للماجستير. استعدي بقى للمناقشة. حاجة كنت هموت عليها بس لما حصلت. أنتي مش فرحانة ولا إيه؟ لا فرحانة يا دكتور. أنا قلت هتقومي ترقصي من الانبساط، ده أنت بقالك كتير قوي في الماجستير. شكرا قوي دكتور، حسيت إنه عادي يعني، تفرق فيه. طب ناوية على إيه بعد الماجستير؟ مش عارف، ما كانش عندي أي خطط لأي حاجة غير فريد. فريد هو الإنسان الوحيد اللي لما بكون معاه مضطرش أمثل إن أنا كويسة أو يكون مش على طبيعتي. حبيبتي لازم اللي حواليكي يقدروا كويس قوي اللي انت فيه، لازم يتفهموا انك محتاجة تعبري عن حزنك. فروح حبيبتي ألف مبروك على الماجستير. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا فروح يا حبيبتي، أول ما عرفنا جنالك جري. الله يبارك فيك يا جوجو. فروحة انت ما تتصوريش أنا فخور بيكي قد إيه. ده فريدي حفيدي. اوه ايه ده؟ حضرتك بتعمل ايه؟ مين ده؟ غندور، رجب غندور، خريج خدمه اجتماعيه وبكتب سير ذاتيه. وبعدين حضرتك انا بصور كل حاجه عشان اوثق الاحداث، عشان اكتب السيره الذاتيه بتاعت استاذ ماجد على اكمل وجه. اهلا وسهلا. بعد اذنك ما تصورش اي حاجه خالص، انا اسف. انا اللي اسف، هو اللي لازم يقول لي. هو مجنون ده؟ لا لا، هو اصل ليه طريقه. غندور نا اوكي. عارفه يا فروحه، أنا هخلي ليلة المناقشة بتاعتك دي ولا أكبر فرح. لا يا مجدة ملوش لزوم. ليه بس يا حبيبتي؟ عادي يا ماما، أنا مش عايزة هيصة يومها، عادي يعني. دي فرصة حلوة إن احنا نحتفل ونهيص، ليه تحرمينا منها؟ يا حبيبتي افرحي وانبسطي ورجعي شغلك بقى فريش. مش عايزة يا جماعة، مش عايزة. ما بقتش عايزة أي حاجة. كل حاجة بتحصل في حياتي من غير طارق بالنسبة لي ملهاش أي قيمة. أنا آسفة يا جماعة، أنا مش قصدي أنكد عليكم، والله سامحوني. روقي روقي روقي. لازم تعودي اللي حواليك إنهم يقدروا اللي أنت فيه، لازم يتفهموا كويس إنك محتاجة تعبري عن حزنك. هما فاهمين ومقدرين، بس يعني كل واحد عنده حياته، مش عايزة أشيلهم من فوق طاقتهم.